استؤنفت صباح اليوم حركة عبور شاحنات المساعدات والمواد البترولية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح البري في اتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي، حيث دخلت اليوم 70 شاحنة مساعدات و10 شاحنات وقود. ومزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية نزلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم معبر رفح شهد انفراجا بسيطا نوعا ما عن الأيام القليلة الماضية، فبحسب ما رصدنا من حركة دخول وخروج الشاحنات فعدد الشاحنات التي اتجهت اليوم إلى منفذ كرم أبو سالم نتحدث عن 95 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية، هذا بالإضافة إلى عبور حوالي 10 شاحنات من الشاحنات التي تحمل مشتقات للبترول ومنها غاز ومنها أيضا سولار. ولكن لأول مرة ومنذ يعني حوالي يعني أسبوعين تقريبا قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت للشاحنات التي تحمل دقيق أو طحين من تفريغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم، وبالفعل عادت هذه السيارات مرة أخرى إلى منفذ إلى معبر رفح من الجانب المصري. إذن اليوم نحن أمام تدفق يعني بسيط نوعا ما عن الأيام القليلة الماضية التي منعت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي من دخول عدد كبير من الشاحنات، وكانت تتعمد بأن ترفض الشاحنات التي تحمل مستلزمات للخيام ومعلبات وأيضا ألبان للأطفال. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من أمام معبر رفح البري، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.